للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف مفادة التلفزيون المصري رانيا كمال. رانيا، اطلعينا من طابع على آخر التطورات وماذا بعد سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار قرب مستشفى أو أحد المباني المجاورة للمستشفى. بالفعل حدث صباح اليوم في الساعات الأولى من صباح اليوم سقوط إحدى الطائرات المواجهة بدون طيار مجهولة الهوية بجوار أحد المباني السكنية خلف مسجد السلام بمدينة طابة بعد مستشفى طابة المركزي، أسفر عن إصابات طفيفة لعدد 6 مصابين، تم وصولهم إلى مستشفى طابة المركزي وتلقوا العلاج وخرجوا بعد الإسعافات الأولية والعلاج، وما زال الحادث حتى الآن تحت التحقيق. نعم. ماذا عن حالات الإصابة؟ تحدثتي أنهم خرجوا جميعا من المستشفى، ماذا عن درجات الإصابة التي أصيبوا بها وتم العلاج بشكل كامل لهم؟ الإصابة كانت عبارة عن شظايا للزجاجة الموجود في المكان، جروح خفيفة بالأيد، جروح وخدوش بسيطة بالوجه. نعم، هل من خسائر أخرى في المكان؟ أثر عن بعض الضرر للواجهات، عمارتين سقط الصاروخ في أو سقطت الطائرة في منتصف العمارتين، فأثر عن ضرر بالواجهات الخاصة بالعمارتين. نعم، أشكرك جزيل الشكر. مفادة التلفزيون المصري من طابة رانيا كمال.